السلام عليكم شباب، كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي. التخرج وتحقيق الاماني، هذا اول لقاء لنا ورا العيد، وان شاء الله يكون لقاء مثمر يا ربي ونكمل منهجكم. وبالحقيقه المايكولوجي الميديكال مايكولوجي مو يعني مو واسع مثل الميديكال بكتيريولوجي، وحتى يعني وقت اقل والاصابات به تقريبا متشابهه. اليوم نكمل محاضرة مع الأوبورتونيستيك مايكوسيس، وبالصدفة يعني دا يكثر الحديث عن الفطر الأسود. اليوم محاضرتنا عن الفطر الأسود راح نوصل له ونشوف شنو مشكلة هذا الفطر الخطير. أريدكم وياي، وأي مشكلة تصير رجاء يعني تنبهوني. أكو شيء قبل ما نبدا؟ عندكم فد ملاحظه معينه قبل ما نبدا المحاضره شباب؟ عندكم شيء فد ملاحظه؟ اكو شيء تبدون تقولوه؟ ماكو شيء؟ نبدي؟ احد يجاوبني شباب؟ نبدا؟ ماكو مشكله؟ ماكو فد شيء تبدون تناقشوه؟ ملاحظه عن المحاضرات السابقه؟ لا دكتوره، نمتحن يومي؟ شو تقولون؟ مو افضل؟ Your opinion. شوي نراجع بيه دكتورة. ان شاء الله، شو تقولون؟ متفقين؟ ممثلكم موجود لو نايم لو يتغدى، وانا ممثلكم. الو، على كل ان تردوا لي خبر عن طريق الممثل مالكم انه تمتحنون الاسبوع القادم ان شاء الله، او العشر دقائق او الربع ساعه. هسه everything is okay، قدامكم الشاشه واضحه حتى نبدا شباب. احد يجاوبني؟ الو، نعم دكتورة، واضحة. تمام، فاذا اتفقوا ردوا لي خبر على الامتحان. نبدا اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتحدث عن الكريبتوكوكس نيو فورمانس او الكريبتوكوكس. طبعا هذا الفطر خطر جدا، موجود كثير كثير بالعراق، موجود ايضا. هسه حنعرف شلون موجود وليش موجود وليش دا اقول لك موجود هوايه، عندنا راح تتعرض له هوايه، واذا انت طبيب شاطر تفكر به. لما تجيك كيس يصير سسبيشس، واني قلت لك تشخيص مشكله الفطريات حالة الباراسايت، انت ما تقدر تشخص حالة عندك مصابة ب يعني فطر الى مو تكون سسبيشنز، لان عادة تكون الاصابات ميكس انفكشن وبوست يعني انفكشن، يعني قبلها يعني بريفيوس انفكشن وذ بكتيريال اور فايرال، يعني يسوي لك سبريشن ويجي الفطر يعني الوضع مهيئ له. خلينا نسولف على الكريبتو كوكس نيو فورمانس. طبعا خلينا شوي نحكي عن شكله. هاي صورته طبعا امامكم، هذا شكله يعني تحت المجهر، ولو تشوف هذا الفطر يعني هو ييست لكن داير مداره هاي الهاله البيضاء. خلينا نشوف شنو هي. سو كريبتو كوكس نيو فورمانس از ان انكابسوليتد، مينينج ذيس فنجاي هاف كابسول. The individual cell is surrounded by a polysaccharide capsule. فإذا يعني الكيميكال كومبوزيشن مالتها هو بوليساكرايد several micrometer، يعني الحجم نوعا ما كبير بالنسبة للفطر. الباثوجينيسيس وهو المهم بالنسبة لك أو الكلينيكال بيكتشر. The normal habitat of this pathogen is soil. فإذا هو موجود بالسويل، ومو أي سويل، أنت مو تروح على تربة صحراء وتدور عليه، لا. هذا وين موجود؟ موجود بالسويل اللي هي rich with organic substances. Meaning إنه يعني بالفارم مثلا الفارم اللي هو يعني يوجوالي الاجريكلتشرنج بروسيس بي، فاذا تتوقع انه اورجانيك كومباوند او سبستانس فول موجود هواي، فممكن ان يتواجد هذا اللي فاوند ان بيد دروبينجز. هنا انا اقول لك هنا هذا الفطر هو مشكله الناس اللي تربي الطيور، احنا يعني بالعاميه نسميهم طيارجيه، اللي ربي طيور بكثره خاصه، وخاصه اذا يجيب طيور يعني بالبركانات مو طيور متربايه في بيت، هاي الطيور الدروبينج مالتها راح يصير فول. طيب يجي يسال يقول زين هو شو عليه بالهذا بالدروبينج؟ لا، لما نيجي ننظف الاقفاص راح تكون الدروبينج هذه يعني بيها سبورات الفطر، وبالنتيجه راح يصير عنده انهيليشن، وحتى اذا عنده جرح يصير انوكيليشن وهكذا. هذا السورس اوف انفكشن مالتنا.
The portal of entry in human is the respiratory tract. بدل أخطر إصابة هي respiratory tract. رح نشوف ليش. The organism are inhaled and enter the lungs, resulting in a pulmonary cryptococcosis that usually runs on in apparent clinical course. هاي المشكلة. يعني أنت هو يربى طيور وينظف الأقفاص ويدخل الخطر عنده ويقعد باللانك مالته وعنده infection بس asymptomatic. From the primary pulmonary foci, the pathogen spread hematogenously, طبعاً of course, to other organs, وطبعاً vital organs, above all into the central nervous system, CNS. هنا المشكلة. A dangerous meningoencephalitis. كثير حالات تجي meningitis, meningoencephalitis. أول ما يشكون بالviral infection ويشكون بالbacterial, بعدين بال CNS, CSF, بالتست مالت بالهذا اللي راح يشوفون هاي الحالات اللي داير مداير اللي يعرفون إنه هو cryptococcus pneumoniae. إذا كان عندك أبو مختبر مرتب أنت تشتغل وياه ما راح تتعب. لانه راح يشوف الفطر يدور اذا لقى اثنين ثلاثه من عنده بالفيلد الواحد يقول لك اني شاك بالكريبتوكوكس النيوفورمانس. Good prediction for dissemination from the lung foci are provided especially by primary disease. هسه قلتها قبل قليل ذكرت انه يعني بعض الاحيان هناك اصابه ممهده لهذه الاصابه خاصه اصابات الانفلونزا البسيطه اللي تصير بالشتاء. Malignancies and steroid therapy have for the predisposing factor, يعني can be considered. Therapy are the frequent predisposing factor. طبعا الايدز كثير احنا بالنسبه لنا الديابيتيك بيشنت اكثر يعني الناس اللي يصير بهم الديابيتيك وقلت لك مربي الطيور اللي صحتهم ضعيفه تغذيتهم يعني نيوتريشن يعني هذه في الصورة لبعض الإصابات. طبعا العرض المميز إلى الهيدك. الهيدك يعني عرض جدا مميز بالنسبة للكريبتوكوكوسيس. هذه اللانك هذه شكلها كيف يعني يصير شكلها وهذه الإصابات بعض الأحيان تظهر بشكل جلدي إذا ما كان عدة سكراش بالجلد وإجا نظف لدروبينج مال الطيور ودخلت يعني اليست هذه يعني تسوي له هيك إصابات بهذا الشكل. الديجنوسيس انت يهمك الديجنوسيس طيب كيف انت بالدرجه الاولى شك بي لازم تشك بي انه انت هاي العوارض مو بس هاي وهي يعني نوعا ما صعبه ليش؟ لانه عاده المنينجايتس هو بكتيريال منينجايتس او احيانا فايرال فربما تكون بعيده عن الفكر لكن يجي هنا يلعب دور منه البيشنت هيستوري يعني دائما يو شود فوكس اون بيشنت هيستوري اول سؤال تساله شو يشتغل؟ عندك طيور بالبيت؟ عندك يعني بيت انيمال بالبيت؟ هذا اول سؤال تساله اذا ما ذكر لك وقال لك انه هو عنده يعني بيرت بالبيت ويربيهم رسم لازم يروح فكرك يتجه بهذا الاتجاه لذلك لازم تركز على البيشنت هيستوري بالاصابات الفطريه. This important in meningitis خاصة the pathogens can be detected in cerebrospinal fluid ذكرتها قليل statement using phase contrast microscopy وذكرت لك قلت لك إذا هو أبو مختبر مرتب يشوف يطلع لك إياه يعني إذا شاف هذه الهالات يتجه نحو الصبغ اللي هو الأوبوزيت يصبغ الخلفية ويبقي السمير فتطلع الكبسولة جدا واضحة وهاي يعني confirmation جدا enough. الكالتشرينج يعني عادة يستخدموا سبرود أجار لك لأبو المختبر لكن اللي أريده منك أنه تعرف السامبل من يلي نستخدمها حتى يسوي detection. الكريبتوكوكس نيوفورمز can be differentiated دكتورة صوت حضرتك مو موجود ما دا نسمع Thank you.
ممكن انه نستخدمها، لكن اكو هنا فد اختبار مميز. هذا طبعا دكتورة مدى نسمع صوت حضرتك؟ ألو، تسمعوني شباب؟ لا دكتور، كان الصوت رايح. هسه تسمعوني؟ ايه هسه نسمعك. تمام، طلعت ورديت رجعت على مدير رجع الصوت. هسه الصوت واضح؟ واضح. يلا بس قولوا لي وين وصلت، يعني انا احنا ما اعرف بالدايجنوسز دكتور. بالدايجنوسز. اخر نعم شيء دكتور. سمعتوه شنو؟ اخر شيء سمعتوه شنو قلت؟ دكتورة وصلتي الباراجراف الثاني، انت حضرتك سألتي لنا انه اكو نقطة مهمة جدا بالكالتشرنج مالته. ها تمام، يعني ما ضايعه هوايه، لان انا بس ذكرت قلت انه هذا الفطر اكو بايو كيميكال تيست نقدر نستخدمه. جيد، شكرا جزيلا على الملاحظه، اشكركم جدا. زين، اي شيء يصير رجاء نبهوني، يعني احسنتم بارك الله فيكم. هذا الفطر بالذات عندنا فد بايو كيميكال تيست، يعني احنا من بدينا ناخذ الى حد الان ما ذكرنا اكو بايو كيميكال تيست should be used او can be used as a significant indicator for diagnosis. هذا بي
الاختبار هو بريك داون اوف يوريا، طبعا هذا جبته بالامتحان، رجع نركز عليه، ما عندنا كثير بايو كيميكال تيست يعني نستخدمها بتشخيص الفطريات. هذا الفطر ممكن انه اثناء الزراعه نستخدم البريك داون مال اليوريا، هذا جدا كافي للكونفيرميشن مالته انه لما يطلع لنا بالمختبر. اكو اختبارات اخرى قلت لك لاتكس اجلوتينيشن، ويجوز اكو اختبارات جديده احنا ما نعرفها يعني طالعه، ان شاء الله انتم بالمستقبل تتعرفون عليها اذا ما اختصيتوا بهذا الاختصاص. طبعا عندنا الكبسوله هي فد انديكيتر مهم اثناء التشخيص، وعندنا اهم اختبارات اللي هي الإلايزا نبحث بها عن سواء الفطر او الانتيبودي اللي ضده. الثيرابي يعني ما يعني ما ركز الثيرابي لك، وهو ماكو غيره يعني، يا ما جماعه الزول يا ما جماعه الانفوتيريسين وغيرها، وانت بالدرجه الاولى يعني حتى تعالج السي ان اس انفكشن. الابيديميولوجي شويه هنا تركز عليها، ما عندنا فد ريكورد معين، نو ريكورد ار افيلبل اون ذا فريكوانسي اوف بالمونري كريبتوكوكوسيس، ماكو فد شيء، واللي قلت لك دائما يصير ميكس انفكشن، فانت صعب ان تجزم تقول الاصابه هي سببها هذا. ممكن انه تشك بي، تصير سسبيشس وتشك بي، لكن لما تطلع ميكست انفكشن قلت لك ما تقدر تجزم. ذير ار نو سبيسيفيك بروفيلاكتيك ميجر، ماكو فد وسائل وقايه من عنده، يعني لو يجيك فلاح مصاب به، وعاده الفلاحين الريف خاصه مناطق الريف يربون يعني هاي الطيور الداجنه والطيور غيرها المهاجره، فما تقدر يعني تتخطى هاي الفاكت. السلايد اللي امامك هي الصبغه الانك اللي قلت لك، اللي الصبغه العكس مطلوبه لا ما مطلوبه منك، هذا شغل ابو العلوم ابو الميكروبيولوجي، لكن انت لازم تعرف شنو هي النيجاتيف ستين، اللي هي انه انت تصبغ الخلفيه وتعيف الشريحه، ما اعرف الطرق صبغ ما لك علاقه بها، المهم شكلها هيك يطلع، يعني لو تلاحظ هذه الهالات البيضاء اللي هي داير مداير المايكرو اورجانيزم، هذه هي الكبسوله، ما تنصبغ بهذه الصبغه، وبالحبر عاده الهندي، الحبر الاسود الهندي يستخدم لهذا التشخيص، تسمى بالنيجاتيف ستينينج. الان شوي نتحدث عن الميوكور ابازيديا والرايزوباس، اجمالا هذول الثلاث يعني نوع من الفطريات، 3 types of fungi classified as one type of infection called mucormycosis. طبعا mucormycosis are caused by many species طبعا وجنرا، بس انا يعني جمعتها لكم مثل ما جامعها الكتاب المنهجي بسلايدين، فشي يعني جدا بسيط بس تاخذ فكره عنها عن اصاباته. طبعا يشمل ميوكار وابازيديا ورايزوباس، هذول الثلاث اجناس 3 جنرا ار كلاسيفايد تو كوز سيرش تايب اوف انفكشن فور هيومن. المورفولوجي مالتها الميوكاراليس او هذول بصوره عامه ار مولدز عفوا، فاذا هي عندها يعني اجسام مقسمه بشكل نان سبيتيت، هاي مقسم يعني قصدي متفرعه بشكل غير مقسم، عندها ثيكسل وول كولد اريال مايسيليوم، فاذا هي مايسيليوم مولد مشتركه بهذه الصفه وجسمها متفرع لكنه نون سبيتيتد غير مقسم، يعني فتحه على شاذه. الباثوجينيسيس اند كلينيكال بيكتشر هذا اللي يهمنا، ميوكورالز ار تيبيكال اوبورتونست، يعني شكل نموذجي تماما للفطريات اللي هي انتهازيه اوبورتونست، وتستغل سبريشن بالكيس وحتى تسوي انفكشن. That only cause infection in patient with immune deficiency, metabolic disorders, diabetes خاصة نوع من أنواع الميتابوليك ديسوردر. The pathogen penetrate into the target organic system with dust. طبعا هذا عادة المكانات المغبرة، وهم نرجع على الفارمرز والناس اللي تشتغل بالاجريكلتشر، هذول الناس يعني الموست كمان target. They show a high affinity to vesicular structure in which they reproduce. الاجزاء اللي بيها vesicular structures هذا التارجت مالته، فتروح هناك وتسوي reproduction
وpotentially resulting in thrombosis وinfraction. هذه الصفة المميزة بالمكان اللي can be targeted وتدخل وafter reproduction تسوي لك thrombosis وinfraction. The infections are classified as follows. شنو الإصابات اللي سببها؟ خلي نشوفها. هاي الشكل طبعا فوق الكيسات اللي ممكن أن تسببها هاي الفطريات. وخلي نبدي تعدادها. اولا رينو سيربرال مايكور مايكوسيس، هذا يعني من اسمه رينو سيربرال يعني تبدا بشكل رينال. رينو يعني اصابات بالانف سواء سينس او غيره، وبعدين تنتشر سبريد فروم نوز سينس اند ماي افكت ذا برين. Most often observed as a sequel to diabetic acidosis. انت من عندك كيس تجيك diabetes وتشوف عنده هذه الحالة، يعني هذا تشخيصها. pulmonary mucor mycosis with septic pulmonary طبعا infractions. لما تجيك هيك حالة يعني تلاحظ اكو هناك يعني there is similarity in symptoms ويا غير اصابات خاصة البكتيريا. Occurs most frequently in the neutropenic malignancies. هذا طبعا تخلي ببالك انه اللي عندهم neutropenic malignancy patient under therapy. بتلاحظ هنا دائما يعني بالفطريات تتكرر علينا neutropenia neutropenic. النيوتروفيل هي first line of defense، يعني هي the first cell arrived during infection. اي defect بالنيوتروفيل اللي هي المايكروفاج او البلعوم الصغير يسبب لك يعني شلون نقول السيطره رايحه، there is no control. فاي فطر يجي حتى لو هو مو اجريسيف ممكن يسبب لك فد اصابه ديدلي. gastrointestinal mucormycosis طبعا هذه very rare، يعني كلش نادره لكن تصير. seen in children and accompanied by infections of gastrointestinal tract. مرات يجيك هواي يعني أنا من كنت يعني بالمستشفى ما كنت أشتغل على الأطفال، لكن أسمع بالمختبر يعني من يسوون اختبارات طفل يجي عنده infection بالانتستين مالته وصافنين وما يعرفوا ليش، ربما السبب بسيط وأمام عينك وأنت مدى تشوفه، خاصة بالمناطق الفقيرة اللي يعني الهيجين عندهم شوية لو. Cutaneous mucormycosis manifest as a sequel to skin injuries. طبعا هذا كثير كثير يعني الناس اللي اسم الله عندها بيرنز وخاصة إذا مساحات كبيرة ويتأخر إلى أن يوصل المستشفى تتوقع تشوف شيء. وآخر واحدة اللي هي disseminated mucormycosis، هذولا as a sequel of any of these forms. أي واحدة من الحالات الأربعة في أعلى ممكن تسبب لك disseminated mucormycosis. الثيرابي هاي لك هم أمفوتيريسين ما عندنا غيره، وأنا أريد أرويك شكله يعني هذا شكل الفطر. للأسف يعني أكثر الحالات العلاج بها شوية صعب وتحتاج إلى يعني سيرجيكال انترفير. عندك هذا الميوكور كونيديا، هذا شكل الكونيديا، وشوف عدد الفطريات اللي تتأو وملاحظ أنه ماكو سبيتيشن، ماكو يعني حواجز تفصل خلية عن أخرى، يعني فتح حالة شاذة، لا هو دايمورفيك لا هو يعني. الآن نتحدث عن فطر مهم، يعني هسه الإعلام كله يتحدث عن الفطر الأسود والفطر الأسود. سبحان الله صدفة اليوم درسنا هو عن يعني الفطر الأسود. هذول ثلاث أربع يعني أنواع فطريات تسبب هذه الحالة يعني كجينس. اللي هي فيو هايفومايسيس وهالو هايفومايسيس اوبورتونستيكيس وبنسيليوم مانيفي، هذول يعني الأربعة. These organisms are pathogens for patients of malignancy بالدرجة الأولى و AIDS و undergoing cytostatic or immunosuppressive therapy، يعني هسه اللي يأخذون استيرويدات خاصة during infection. Massive corticosteroids therapy هذا a long term of treatment with broad spectrum antibiotic. يجي ويقوم لانتبايتك وحتى هو ينجي من كورونا وهو يمرض بغير مرض. These are subcutaneous and paranasal sinus infection caused by mold black fungi. اسمه الفطر الأسود. طبعا واي رجاء أنا ما يحتاج أقول لك إنه هذا مهم، يعني هذا الكلام اللي أتحدث به ما يحتاج أقول لك يعني مهم حتى تركز عليه.
due to the formation of hive would appear as a brownish black color due to melanin in hyphal walls. هذه حالة شاذة وغريبة، وجود مادة الميلانين في الهايفات، لذلك لما تصير إصابة يبدو لك المكان المصاب بشكل يعني بقعة سوداء. ميلانين in cell wall of these fungi considered as virulence factor. يعني هاي الثلاث أسطر it is very enough to answer when we ask why the infection with such fungi will call the black fungi infection. ليش صار بشكل أسود؟ هذا الجواب. Examples of genera يعني الأجناس اللي يعني تحت هذه الفطريات اللي هي black fungi infections عندك هواية، يعني حفظنا فد اثنين ثلاثة، يعني من أقول لك قبني نظام وانجلم غيرها تشيدوميام التناريا، يعني أحفظ لك فد اثنين ثلاثة من عندهم. For example أنت ما مطلوب من عندك الإكزامبل ولا مطلوب من عندك اسمها وتقعد تكتبي، المطلوب من عندك why such infection will be called as black fungi infection. زين هذا شكله، ولو تلاحظ اللون الأسود هنا كلش واضح، يعني شكلها تحت المجهر، هذه بعينة وبها هايفات وشكل الكوني دي هاي مالتها، ولاحظ أن السيل وول مالتها دارك، هذا السبب ليش الاحتواء على مادة الميلانين. هذه بدايتها بهذا الشكل، يعني بهذا الشكل تبدأ. خلي شوي نتحدث عنها. The natural habitat of these fungi is soil. طبعا they are worldwide and infect the body through injuries إصابات in the skin or inhalation of spores. فإذا can be enter via two portal of entry either through injuries in the skin or by inhalation through the respiratory tract infection. السبورات طبعا تدخل starting from the primary foci. أكيد كل فطر عند primary foci بعد dissemination يصير عنده. Can disseminate hematogenously طبعا to affect other organs including CNSF. CNS طبعا هذا التارجت مالتهم بالدرجة الأولى للopportunistic fungi. The clinical picture of such infection most closely resemble the mucormycosis تشبه إلى حد كبير عند aspergillosis. الفرق بيناتهم إنه هذا قلت لك مكان الإصابة يتحول إلى اللون الأسود الدارك جدا قاتم، يعني تباعة أول ما تباعة فتشكل مرعب وخطير، وحتى أكو صور خطرة يعني ما ردت أجيبها، أنت أبحث بالإنترنت إذا أنت تريد يعني تطلع for more information. طبعا surgical removal maybe needed أكيد إذا كانت يعني خاصة المكان الإصابة تقدر يعني تتداخل بجراحيا. هذا كل ما لدي للبلاك فانجاي. الآن نتحدث عن فطر آخر من أنواع الأوبرتونستيك وأيضا هو ييست وجدا خطر كثير راح يمر عليك، موجود كثير حالة حال القبلة اللي قلنا الخاص بالمطيرشية يعني عذرا لهذا المصطلح لكن اريد اوصل لك الصوره. اني بيوما سيستيك كارني، طبعا كارني معناها ببغاء باللغه اللاتينيه، او بيوما سيستيك في سي طبعا هاي اسمه الجديد يعني المعروف عنه كارني القديم، يعني شايف من تغير اسم منطقه وتقول انا رايح لفلان منطقه هاي اللي كان اسمها فلان شيء، فهو كان اسمه كارني. الاسم الجديد هذا نيمومايكوسايتوسيس طبعا هذا الاسم بعيد، لكن في كارني هو الموست كومن يوز. النيموسيستيس كارني ذا اولد نيم اوف نيموسيستيك جورفيسي طبعا از ذا نيم، هذا نيو كل ما يصنفوني يحدثون. ليش صنفوه بشكل جديد؟ لأنه هو unicellular yeast و eukaryotic microorganism that was originally classified as a protozoan. يعني لما كانوا شاكين به إنه هو بروتوزوا كانوا يسموه كارني، لكن لما جو يصنفوه كفطر بدلوا اسمه سواه بهذا الاسم. إحنا بعدنا نستعمل كارني أفضل. But is now considered as a fungi. وجدوا إنه هو أقرب للفنجاي من إلى البروتوزوا. طبعاً لقوا عدة علامات وتصنيف على الجيسي. أعتقد حكينا على التصنيف الجيسي شنو هو؟ اللي هو جوانين سايتوسين. This pathogen can cause pneumonia in persons with
defective cellular immune system. قبل قليل تحدثت قلت راح تتكرر عندك neutropenia. أي defect بالcell mediated immunity either it is innate or specific يسبب لك إصابات بالفطريات. هذا فت يعني فت فات. Mainly those with AIDS, طبعاً AIDS هو يستهدف الـ T-cell. Extrapulmonary manifestation are also recorded in a small number of cases. This pathogen found as normal flora. أوه هنا المشكلة. باوع وين normal flora? In many animals, mainly in rats, جرذان, المايس, الفئران, cats, القطط, والرابتس والدوغز. وأضيف لك الطيور. الطيور. إحنا عندنا بالعراق هذا عايش كنورمال flora بالطيور. كل انواع الطيور اللي ربوها هي بها نيموسيستس كارني. هذا يعني كارثه. ليش يجيك هو عنده وما يدري بنفسه؟ خلي نشوف يعني باقي الباثوجينيسيس ان كلينيكال بيكتشر هيومن شوز ريزيستنت تو نيموسيستس انفكشن. شوف 2/3 اوف بيبل ار ايذر كارير اور هاف ا هيستوري اوف كونتاكت. يعني احنا هسه خلينا نقول احنا 3 ملايين يعني مليونين بينا احنا شايفين هذا الفطر مصابين بنا يعني ربما طيباني وربما كارير. زين لما هو كارير when there is a separation in the immune system it will be activated وراح يسبب لك infection. لاحظ الفكرة. Disease only become manifest in the presence of defect in the cellular immune system. متى ما صار عندك defect وربما ما يصير defect ربما انت تاخذ استيرويدات ربما انت تاخذ يعني ايميون سبريسيف دراكس ويسبب لك ظهور لهذا الفطر. The clinical manifestation of the pneumonia starts with the proliferation of the pathogen in the alveoli and damage the alveolar epithelium. هاي اول واحد. بعدين the pathogen then penetrate into the interstitium where the cause the pneumonia. هنا بدأت تتطور وتحولت من infection بسيطة إلى pneumonia. من الالفيولاي الى النيمونيا. لايف ثريتنينج نيموسايتس او نيمونيا. طبعا هاي لايف ثريتنينج ليش؟ لانه خطر وحجمه كبير وهنا راح تعجز السيل ميديتد اميونيتي. حجمه كبير ما تقدر تسيطر عليه. ستارتنج فروم ذا برايمري انفكشن فوساي ذا فانجاي سبريد انتو اذر اورجانز 1-2% اوف كيسز كوزينج اكسترا بالمونري نيموسيس كارني انفكشنز اوف ذا ميدل اير اي سي ان اس اف ليفر بنكرياس اتسيترا الفايتال اورجانز ويل بي تارجتد. هنا وشوف هنا يعني كثير ترددت على السينوسايتس والميدل اير انفكشن. يعني الدياجنوسيس سوتابل تايبس اوف دياجنوستيك ماتيريال. هنا عندنا يعني طوروا العلماء كثير يعني وسائل تشخيص له لانه كانوا يعتبروه هو كباراسايت يعني بروتوزوا. بعدين لا عرفوا انه هو فطر لقوا علامات الفطريات فيه. وارجع للمحاضره الاولى حتى تعرف كيف نميز الفطريات عن البروتوزوا شو الفرق بيناتهم. Suitable types of diagnostic materials include pulmonary biopsies, طبعاً, are bronchoalveolar lavage. هاي bronchoalveolar lavage يعني طبعاً lavage بيها لفظين, لفظ بريطاني ولفظ أمريكي. أي واحد تعتمد منهم ماكو مشكلة. الاختصار مرهم هو الـ BAL. هذا الـ BAL كثير يعني يستعمل. هواي إصابات. واحدة من عندهم هي هاي الإصابات. Specimen from the affected lung. هذا شنو؟ هذا يسوون واش ويأخذون الـ يعني الريسيديو اللي تتكون عندهم من هذا الواش ويفحصوها. طبعاً segment يأخذون اللنج segment أحياناً يعني تطلع لهم بهذا الـ BAL ويدورون على شيء واحد اللي هو السيست. سابقا يعني شوف هذا اللفظ اللي هو التروفوزويت هذا لفظ مال الفطريات مال الطفيليات مو مال الفطريات لكن كانوا يبحثون عن هذا. يعني لو تلاحظ هنا هذا عباره عن سيست تحتوي على الخلايا الفطريه ولحد الان بعدها التسميه تروفوزويت او سبوروزويت بدلوها سووها سبوروزويت. الدايركت اميونوفلوريسنس ايضا يستخدم في عمليه التشخيص. انت تقدر يعني تقدر تعتمد الـ BAL تقدر تعتمد يعني حسب المختبر اللي يشتغل لك لكن هذا كله depend عن على الـ diagnosis مالتك انه انت suspect this infection could be with pneumocystic carny.
الامبليفيكيشن ايضا البي سي ار فعال جدا ببعض الحالات و cannot be grown on nutrient medium لانه هو يعني يصنف انترا سيلولار باراسايت بعض الاحيان لذلك لا يمكن زراعته بالمختبر. لو تلاحظ هنا هو وين عايش هسه هو داخل الخليه خلايا الرئه وقاعد فيها وما يطلع فاحنا نعتمد على الديبرز اللي يتكون من البي اي ال وناخذه ونصبغه ونبحث عنه. هذا شكل الاصابات لو تلاحظ هنا أنا يعني هذا مصبوغ بالهيماتوكسين اليوسين هذا صبغات الميونوهيستولوجي شكلها هذه كيف تطلع باللون الاسود هاي الاصابات الفطريه هذه السيست اللي ندور عليها اللي تحتوي على السبوروزويد هذا شكل الرئه والاصابات الرئويه وهذا شكل السكن انفكشن بي اصاباته ويعني خطر جدا وانا شايفه حالات يعني تجي مينينجايتس بسبب هذا الخطر هو اوريدي اكزيست لكن اي سبريشن يصير بالجسم ممكن ان يظهر يعني وتلاحظ يعني فد ملاحظة أخطيك إياها يعني للعلم استفاد منها لو تشتغل ويا جماعة الحساسية أكثر اللي يجوك عندهم يعني أسمة وكرونيك حالاتهم وتوصل حد يعني تضيق ويحتاج أكسجين فنتيليشن هم مربين الطيور يعني هاك شوف الفطريات اللي موجودة عندهم هذا يطب الفطر بعد ما يطلع ويعاش عش ويظل قاعد يعني ويكون يعني فيبروسس بالمكان وهذه نتيجة يعني يفقد الفانكشن يعني بهذا الفيتال أورجن المهم. الإبيديميولوجي and prevention this infection can be transmitted from infected person to other وهذا مؤشر مهم وخطر جدا خلي بالك إنه هذا الفطر نوعه contagious يعني ما تحتاج انت شرط وجود البرد دروبينج او وجود البيت بالبيت قط او رات او جرذ اكو ناس اللي تشتغل بالمخازن مالت الحبوب تتعرض الى هذا الفطر كثير نتيجة وجود الجرذان. Some healthy people have this fungi هو تشباعه يعني صحته زينة لكن هو infectious. This fungi in their lung without symptoms and separate to other person هذا فد indicator جدا خطر ركز عليه. الثيرابي عادة الأكيوت نيموسايتوسيس ممكن أنه treated by الإكستراماكزول و oral يعني هاي إلها كل فطرية العلاج الفطريات إلها لأنه يوم عن يوم دي يتبدل ودي يطلع لك new generation of يعني antifungal treatment لأن أنا انتهت إن شاء الله المحاضرة يعني أرجو أن إذا أحد عنده سؤال أو استفسار شباب أكو سؤال لهنا أنا شباب أكو سؤال